أعلنت وزارة الصحة المصرية إنها اكتشفت أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في البلاد، وقال بيان الوزارة إن الحالة لشخص أجنبي وإنه لم تظهر عليه أي أعراض للمرض. وأضافت الوزارة أنه تم إجراء التحاليل المخالطين له وجاءت جميعها سلبية للفيروس، كما تم عزلهم ذاتيا في إجراء احترازي لمدة 14 يوما، وكذلك تم تعقيم المبنى الذي كانت تقيم به الحالة. وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عزل المصريين العائدين من ووهان الصينية في مستشفى بمحافظة مرسى مطروح. وينضم إلينا من القاهرة عبر سكايب الدكتور إسلام عنان، مدرس اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة بكلية الصيدلة جامعة المستقبل. أهلا بيك معايا دكتور. ودكتور إسلام، يعني زي ما أنا بقول كده، البيان بتاع وزارة الصحة تقريبا قال ذكر كل الإجراءات اللي نفذتها وزارة الصحة للتعامل مع المريض وللتعامل مع المحيطين به. خلينا نبدأ من البداية، إيه قراءة حضرتك للبيان والإجراءات اللي ذكرتها وزارة الصحة؟ مبدئيا اهلا وسهلا بيكي. البيان ببساطة هو ان الاجراءات الموجودة في مطار القاهرة هو ان لو في حد قادم من منطقة كان فيها اصابة بالعدوى او من المناطق اللي فيها بؤرة العدوى زي الصين وسنغافورة وتايلاند بيتم تحليل. في الاول كان التحليل حراري فقط، الان بقى في تحليل مخصص لفيروس كورونا. زي ما انت قلتي بالظبط، التقرير نفسه مش موضح الجنسيه بتاعت الشخص، بس هو شخص اجنبي مش مصري، ومش موضح برضه كان رجل او انثى. لكن الاجراءات اللي اتبعت هي الاجراءات ال WHO كانت اقرتها من حيث العزل 14 يوم، كل المرافقين ليه تم بالفعل السكريننج او المسح الطبي واثبت ان هو نيجاتيف، وحاليا احنا في انتظار التقرير اللي هيطلع بكره باذن الله. طب دكتور اسلام، زي ما حضرتك قلت البيان يعني ما ذكرتش تفاصيل كتير عن الحاله، لكن يعني ايه السبب؟ يعني البيان حتى ما قالش مثلا يعني تم العثور ازاي على الحاله دي، هل تم استيقافها في المطار، هل كانت موجوده في مصر، لو كانت موجوده في مصر موجوده في انهي محافظه، كانت موجوده بقالها قد ايه؟ دكتور اسلام، بالتالي متهيألي احنا هنبقى جايه اجراءات مختلفه تماما في مصر من حيث التدريب ومن حيث المعلومات. لكن عموما فكره ان في حاله وصلت قرار لل WHO هي اعتبرها خطوه جيده من حيث المعلوماتيه. هم احنا كنا متوقعين ان بلاد افريقيا ما فيهاش اي حجم معلوماتي يتيح ان هم يعرفوا يديتكت او يكتشفوا حالات. فاللي احنا محتاجينه الفترة اللي جاية هو بيانات أكتر. لو كان في حالة مصابة بالفعل عايزين نعرف في كام حالة we are suspecting، شاكين فيها، من الحالات المشكوك فيها كام حالة ممكن تبقى مستقبل إيجابية. إن مصر من أكتر بلاد أفريقيا تعاملا مع الصين، احنا كان بيدخل لنا في الشهر 50,000 مواطن صيني كل شهر. فبالتالي ظهور حالة واحدة ده معناه إن احنا محتاجين نرفع حالة الاستعداد كذا درجة. بس هل يا دكتور يكون المريض أجنبي يعني بيخفف من القلق شوية من فكرة انتشار المرض؟ هيخفف شويه، بس فكره ان هو المرض اصلا بينتقل قبل ظهور اعراض، والشخص نفسه كانوا بيقولوا ان هو لسه ما ظهرش عليه اعراض، يعني كان في فتره حضانه الفيروس من قبل ظهور الاعراض. فبالتالي احنا ما نعرفش حجم الانتشار بتاع العدوى ممكن يكون عامل ازاي. أمال على أي أساس تم الاشتباه بإصابته بالمرض؟ ما عندناش معلومات. ها تظل دي علامه استفهام هنعرفها غالبا في التقرير بتاع بكره باذن الله. طب يعني خلينا نبتدي برضو بشكل معلوماتي عشان خاطر الساده المشاهدين اللي بيتفرجوا، يعني ان شاء الله ان شاء الله ما يكونش فيه اي قلق وما يكونش فيه يعني باذن الله وما يكونش فيه اي مشاكل، لكن خلينا برضو نعرف مثلا المواطن لو حس او استشعر ايه المفروض ان هو يلجا ويحتاج للمساعده ويتجه الى المستشفى بشكل مباشر. شكرا، سؤالك مهم جدا. هو دي المشكله الكبرى، ان اعراض فيروس كورونا مشابهه جدا لاعراض البرد العاديه، ومشابهه جدا لاعراض انفلونزا الخنازير اتش 1 ان 1 اللي هي عموما موجوده في مصر كل سيزون بيظهر كذا حاله. بس عموما اي شخص عنده حراره عاليه، احتقان في الزور، وجع وضيق في التنفس، اي اعراض مشابهه لاعراض الالتهاب الرئوي،
محتاج يتجه فورا لاي مركز طبي ان هو يبتدي يكشف. وعموما الكشف دلوقتي اصبح سهل يعني. احنا عايزين بس نطمن الناس ما تخافش، الناس كلها خايفه لو عنده برد وراح مستشفى يتحجز 14 يوم. لا، الكلام ده مش صحيح يعني. هيروح يتعمل له التحليل، لو طلع لا قدر الله في اي حاجه ساعتها هيتحجز. وعاده يعني الفيروس كورونا لو حد شاب ما عندوش اي امراض معينه، ما عندوش سكر، ما عندوش ضغط، ساعتها حتى لو كان عنده اصابه فيروس كورونا غالبا نسبه الشفاء هتبقى عاليه جدا يعني، غالبا 90%. وبتيجي اعراضها زي البرد وتروح. الناس اللي عندهم خطوره شويه هي الاطفال وكبار السن، او اللي عندهم امراض ممكن تقلل المناعه اللي بيسموهم immune compromised patients. غير كده الناس محتاجه تطمن، لان برضه انا حاسس الفتره الاخيره الناس ابتدى بسبب الاشاعات وقله المعلومات الناس كلها خايفه يعني، ايفن حتى خايفين لما يشوفوا اي حد صيني يبعدوا عنه فاكرين ان هو هيتعدي. فالموضوع مش للدرجه دي يعني. طيب خلينا نقول اكتر، ايه طرق انتشار المرض وايه طرق الوقاية اللي انا كمواطن عادي ممكن اقوم بيها عشان احاول احمي نفسي حتى من انتشار المرض؟ الفيروس كورونا بينتشر بالرذاذ، بالعطس، الاماكن المزدحمه. عموما اي حد مصاب ممكن لو عطس مسك حاجه حد تاني يستخدمها. فعموما النظافه الشخصيه اهم حاجه، غسل الايد باستمرار ده اكتر نصيحه بننصحها للناس. لو عنده اي اعراض برد او هيروح مكان ممكن يتعرض فيه لزحمه ويبقى في ممكن يبقى فيه اصابه، محتاج ان هو يبقى حاطط كمامه طبيه. الكمامات موضوع كبير، لان الناس فاكره ممكن يشتري كمامه واحده وهيفضل بيها كل يوم. لا، الكمامه لو اتشالت يعني اتخلعت خلاص مش هينفع يركبها تاني، محتاج واحده جديده. بس عموما احنا مش محتاجين كمامات الا اذا كان في منطقه شاكين ان ممكن يبقى فيها نسبه اصابه، او ان الشخص نفسه عنده اعراض برد. غير كده الاستخدام الكتير او الاوفر يوزنج للكمامات مش محتاجينه، مش محتاجين نخزن كمامات كمان. طيب دكتور اسلام، يعني انت قلت ان الناس اللي سنها الشباب يعني اللي ما عندوش امراض مزمنه يعني تم علاجه ونسبه علاجه 90%، هل يعني اقتربنا من الوصول الى علاج لفيروس كورونا، ولا هو زي ما حضرتك ما بتقول بياخدوا ادويه مثلا شكلها ايه، وهل موجوده عندنا في مصر؟ لو الشخص مناعته كويسة بياخد أدوية تسيطر على الأعراض، فلو عنده حرارة مرتفعة هياخد دواء عشان يسيطر على الحرارة، لو في كحة هياخد أدوية للكحة، وهياخد أدوية مضادة للفيروسات أنتي فايرال اللي هي موجودة حاليا. دي كافية إن هي تخلي الفيروس ياخد الفترة بتاعته ويروح. عادة هو الفيروس بياخد الوقت بتاعه العادي الطبيعي وبعد كده بيبتدي يختفي. احنا حاليا واحنا بنتكلم في مؤتمر قائم في منظمه الصحه العالميه للبحث والتطوير للادويه واللقاحات. احنا محتاجين حاجتين، لقاح عشان الناس السلام ياخدوه عشان ما يجيلهمش الفيروس، ومحتاجين علاج للناس اللي اوريدي جالهم الفيروس. الاثنين لسه قيد البحث يعني، في اكتر من فايل اتقدم واحنا منتظرين الاختبارات السريريه ليها الاسبوع اللي جاي، من اول يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله، ان يبتدي في بيشنتس او يبتدي في مرضى للفيروس ياخدوا الادويه الجديده. لغايه دلوقتي ما فيش حاجه رسميه ان في دواء فعال او ان في لقاح فعال. كل اللي احنا بنسمعه ده كله اشاعات او حاجات غير مؤكده. احنا بنشكرك، كنت معنا عبر خدمة سكايب الدكتور اسلام عنان، مدرس اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الاوبئة بكلية الصيدلة جامعة المستقبل. شرفتنا يا دكتور.